مساء الخير، مش هنفرح بيكي بقى. انا مش عارفه والله وجه الفرح، او يعني المفروض احنا نفرح الناس دي ازاي، بس يعني بما اننا بنسمع السؤال ده كتير قوي، قررت كده تكون دايما اجابتي بهدوء وببساطه ومن غير ما ابقى متضايقه ولا اي حاجه. اي حد هيسالني مش هنفرح بيكي يا حبيبتي، فهتبقى اجابتي بمنتهى البساطه لا مش هتفرحي يا طنط. علا حبيبتي مفاجاه، جايبالك عريس. عريس؟ انا سمعت كلمه عريس في المنطقه صح؟ انا حكايتي مع سؤال مش هنفرح بيكي او مع العرسان بدات من زمان قوي، من اول ما بدات الجامعه. والحقيقه انا كنت داخله الجامعه يعني صغيره شويه، فمن اول ما دخلت الجامعه كنت لسه بنوته صغيره كده، رن تليفون بيتنا، وكانت الحقيقه اللي على التليفون واحده طنط قريبتنا بتعزمنا على خطوبه بنتها، حاجه عاديه وطبيعيه جدا مفيش اي مشكله. رحنا الفرح واتبسطنا، والحقيقه الفرح كان لطيف والبوفيه كان لذيذ والدنيا كانت ماشيه تمام قوي. رجعنا من الفرح تاني يوم او بعدها بيومين، لقينا التليفون بيرن، وهي نفس طنط اللي كانت بنتها بتتخطب من يومين. يا حبيبتي ما شاء الله كنتي زي القمر، مش هنفرح بيكي بقى. انت مش واخده بالك ولا ايه؟ انا جايبالك معايا هديه. فده كان اول مره يتوجه لي سؤال دايركت، فانا مش عارفه المفروض ارد اقول لها ايه. طب يعني ان شاء الله يا طنط. طب لا والله طنط انا اصلا فرحانه ومش محتاجه، يعني ممكن تيجي تفرحي معايا؟ ما بقتش عارفه ارد اقول ايه، فيعني ابتسمت ابتسامه لطيفه كده، رحت سايبه السماعه اديتها لماما. بدات ماما بقى تتكلم يعني ايه باسلوب كده، هو ايه ده بجد؟ طب والله خير. طب هو مين؟ حد نعرفه؟ اه دي عيله حلوه قوي. طب خلاص ان شاء الله ربنا يعمل اللي فيه الخير. ما ركزتش، لقيت شويه كده وماما داخله عليا الاوضه وهي مبتسمه ابتسامه رهيبه في سعاده غامره. حبيبتي لولا لولو تعالي عندي ليكي مفاجاه. جبنا سيره القط. حبيبتي الف مبروك. فبرضه لان انا كنت لسه جديده في الكار ده ما اعرفش لسه عنه اي حاجه، فقلت لها الله يبارك فيكي، بس الله يبارك فيكي ليه؟ خير يعني جالك عريس. فهنا بقى كانت اول يعني محاولات الجواز بالنسبه لي من الناس اللي موجودين في حياتي المنتشرين اللي هيكون ليهم يعني محاولات كتير قوي، كلهم الحقيقه كتر خيرهم يعني. المهم طب يا ستي مين العريس ده؟ بصوا بقى، طنط قريبتنا ابنها شافني في الفرح اعجب بيا، والست حست يعني واخدين بالكم، بس حست ان انا زوجه مناسبه جدا لابنها. طب يا ماما اوكي نعمل ايه دلوقتي؟ هنروح بقى نقابل اهل العريس. هنقابلهم فين يا ستي؟ هنقابلهم عند طنط قريبتنا بالصدفه، الصدفه البحته هتجمعنا احنا واهل العريس عند طنط قريبتنا واحنا مش واخدين بالنا. ماشي رحنا ما فيش مشكله، رحنا الزياره اللي بالصدفه اللي العريس لابس فيها بدله ببيون ومامته جايبه تورته دورين، والحاجه الوحيده اللي كانت فاضله انه يكون معاهم الشبك يعني في الصدفه الغريبه اللي كانت حصل. قعدنا، والحقيقه طول القعده ام العريس بتتكلم على قد ايه الولد مهذب جدا ومؤدب جدا ومالوش خالص في البنات والستات وكده. حتى يوم ما قرر انه يتجوز راح لماما وقال لها اختاري لي عشان انا بثق في زوجك. تمام طبعا ده بالنسبه لي اصلا ما كانتش حاجه كويسه يعني، بس تمام ماشي عديناها. ادي العرسان ولا بلاش؟ ادب ايه؟ اخلاق ايه؟ شخصيه ايه؟ طول القعده بقى انا حاسه ان انا خلاص فعلا نفسي القعده تخلص، لان انا يعني طول القعده ما قلتش غير جملتين. اول ما دخلت قلت مساء الخير ازيكم يا جماعه، بعدها بشويه كده كان في كلام على الاهلي وماتش الاهلي وكده، فانا قلت ان شاء الله الاهلي هيكسب علشان نروح الفانيلا الحمراء. وفي اللحظه دي الحقيقه ماما بصت لي بصه رهيبه جدا، وكنت حاسه انها محتاجه تحذف الكوبايه، بس هي منعها انها دي كوبايه طنط مش كوبايتي. الحمد لله بقى بعد القعده الحلوه دي خلصنا وروحنا البيت. انا كنت متخيله ان الموضوع هيخلص عند كده خلاص يعني قعده وخلصت وروحنا. الحقيقه بقى ان دي كانت بدايه اللعنه، لانه بعد شويه طنط كلمت ماما وقالت لها انه اهل العريس فرحانين جدا وطايرين من السعاده وعايزين بقى يجوا عندنا البيت علشان يتمموا الجواز ويكتبوا الكتاب ويعلوا الجواب ويعملوا الحاجات دي كلها. طبعا ماما دخلت الاوضه تاني بنفس الفرحه الفظيعه المريعه الشنيعه، ندى يا حبيبتي الف مبروك، عايزين بقى نحدد ميعاد عشان العريس يجي. فانا الحقيقه يعني بمنتهى البرود كان ردي قلت لها لا انا صغيره جدا مش عايزه اتجوز دلوقتي، انا لسه داخله الجامعه، انا لسه عندي حياه محتاجه اعيشها. فطبعا فرحه ماما العارمه تحولت ل يعني غضب بشع مش قادره اقول لكم طبعا كميه الخناقات والشتايم اللي اتشتمتها، طبعا عشان بس برستيجي مش هقدر اقول لكم هي كانت ايه.
مش عارفة يا ماما، ما بقتش مطمنة أنا للمواد. ما بقتش مطمنة لإيه يا بت؟ ما بقتش مطمنة لإيه يا بت يا عديمة الدم؟ عايزة أقول لكم إن إحنا قعدنا أسبوع كامل بنتخانق، يعني ما بيفصلناش عن الخناق غير النوم، بننام نصحى نكمل خناق وننام نصحى نكمل خناق. الحمد لله الحاجة اللي يعني نجدتني إنه مامة العريس اتصلت بطنط بعد أسبوع. ابنها بقى بيعمل ايه؟ بيعمل استخاره، ربنا يعني قوي ايمانه. فالولد بعد ما خلص الاستخاره حس انه مش مرتاح، الحمد لله، الحمد لله انه حس انه مش مرتاح عشان انا كمان ارتاح. يعني انا اتجوز ده؟ لا انت ما تنفعيش خالص. انا من انا اللي ما انفعش؟ انا اللي ما انفعش يا ممدوح؟ الست بلغت ماما انه خلاص يعني احنا اسفين والله، والولد معلش ما فيش نصيب. فالحمد لله الحمد لله القصه خلصت. وكنت برضو متخيله انه الموضوع خلاص انتهى عند المرحله دي، كنتش متخيله بقى انه العريس الاولاني بيجر الثاني والثالث والرابع. وكلها حكايات والله اغرب من الخيال، بس والله كلها حصلت. يعني الحكايه اللي عايزه احكيها لكم بعد كده حكايه العريس المغصوب، بس دي حكايات بقى هقول لكم عليها بعدين. بس الحمد لله حكايه العريس الاولاني خلصت على خير.